تواصل مصر جهودها الحثيثه للتخفيف عن او من معاناه الشعب الفلسطيني وانفاذ المساعدات الانسانيه منذ بدايه الازمه. وتسعى مصر لادخال المساعدات عبر معبر رفح البري او من خلال اسقاط المساعدات الانسانيه على شمال قطاع غزه من خلال تحالف دولي للتخفيف عن الاشقاء الفلسطينيين. جهود مصرية متواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني عبر مسارات عدة من بينها المسار الانساني والذي يتجسد في دور القاهرة الاغاثي المستمر منذ بداية العدوان الاسرائيلي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محمله باطنان من المواد الغذائيه والاحتياجات الانسانيه العاجله للتخفيف من المعاناه التي يعيشها سكان قطاع غزه حيث نفذت اعمال الاسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقه بشمال القطاع وفيما تواصل مصر جهودها لضمان انفاذ المساعدات الانسانيه العاجله لتلبي الاحتياجات الاساسيه لابناء الشعب الفلسطيني قامت مصر بانشاء معسكر الايواء ثاني للنازحين داخل قطاع غزه فضلا عن معسكر ايواء ثالث للنازحين شمال محافظه دير البلح داخل قطاع غزه كما تستعد لاقامه مستشفى ميداني مصري داخل القطاع يتضمن غرف عمليات مجهزه بهدف اغاثه وايواء وعلاج الاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وفي اطار سعي مصر للت للتخفيف عن الاشقاء الفلسطينيين تواصل مصر فتح معبر رفح مع الاراضي الفلسطينيه حيث يشهد المعبر حركه مرور مصابين قادمين من مستشفيات غزه لاستكمال علاجهم بمستشفيات مصر ومرور مسافرين ودخول شاحنات محمله بمساعدات وخروج اخرى بعد تفريغها وبخلاف ذلك فعلى مدار الاشهر الماضيه حشدت القاهره مساعدات انسانيه مصريه لغزة بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش وضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لانفاذ دخول هذه المساعدات الى القطاع وعلى الصعيد السياسي تستضيف القاهره مباحثات التوصل الى الهدنه بقطاع غزه بمشاركه كافه الاطراف حيث تهدف القاهره الى وقف اطلاق نار انساني لحمايه المدنيين وتحقيق انجاز في صفقه تبادل الاسرى والمحتجزين دور محوري تقوم به مصر وجهود إيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية في محاولة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني بدءًا من خوض المعارك السياسية لإجبار الجانب الإسرائيلي على منع وضع العراقيل أمام فتح معبر رفح مرورا بإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى.